في محافظة المنيا مبادرة حياة كريمة قامت بتنظيم قوافل طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في المحافظة واللي استهدفت أهالي قرى ومراكز محافظة المنيا. قامت القافلة الطبية بالكشف على أكثر من 550 مواطن في أول أيامها. القافلة الطبية ضمن خطط القوافل العلاجية اللي بيتم تنظيمها في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نروح نشوف هذا التقرير. النهارده في قافله علاجيه بمحافظه المنيا مركز صنبلوط قريه طحا. القافله ضمن مبادره السيد الرئيس الجمهوريه حياه كريمه. النهارده معانا تخصصات باطنه وقلب وصدر واطفال ونساء وخدمات تنظيم اسره وجراحه وجلديه وانف واذن واسنان. معنا معمل تحليل دم، معمل بارة، جهاز إشعة، إكس راي، ندوة تثقيف صحي، معنا خدمة كشف مبكر على الضغط والسكر، صيدلية فيها كل الأدوية الخاصة بالتخصصات المذكورة مجانا. بيتم تحويل للمرضى اللي محتاجين استكمال علاج أو استصدار قراراتنا في الدولة للمستشفيات ويتم التعامل معهم مجانا. الخدمة مجانية للقرى الأكثر فقرا اللي بتبعد أكثر من 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي. الخدمة مجانية من أول التذكرة والتحليل والإشاعات والأدوية مجانية.